الناس الأصحاء على تعديل مزاجهم، ولكن هل يسري هذا الأمر على المرضى أيضا؟ فلنتابع التفاصيل في هذا التقرير. أكدت دراسة صدرت مؤخرا في المجلة المتخصصة بمرض الألزهايمر ALZ ماجازين أن هناك ارتباطا وثيقا بين الموسيقى ومرض الألزهايمر، واتضح أن الاستماع على نحو متكرر للموسيقى المفضلة عند الأشخاص يساعد على تحفيز المسارات العصبية في الدماغ، ما يساهم بالحفاظ على مستويات أعلى من الأداء بحسب مايكل ثوت كبير مؤلفي الدراسة التي وضعها باحثون في جامعة تورونتو. وكانت التغييرات الأكثر وضوحا في مركز التحكم في الدماغ، حيث يتم اتخاذ القرارات والاعتدال بالسلوك الاجتماعي والتعبير عن الشخصية والتخطيط للسلوك العقلي المعقد. وبمجرد أن سمع المرضى موسيقى تعني لهم شخصيا، اشتغلت شبكة عصبية موسيقية تربط مناطق مختلفة من الدماغ. وتأتي هذه المعلومات عقب خضوع المرضى لفحص رنين مغناطيسي قبل وبعد الاستماع إلى الموسيقى. واختلفت النتيجة طبعا عندما سمع المرضى موسيقى جديدة غير مألوفة، ما أدى فقط إلى تشغيل جزء معين من الدماغ تم ضبطه على الاستماع. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الاختصاصي في أمراض الدماغ والأعصاب دكتور رامي العتات. دكتور رامي، أهلا بك. صباح الخير ورمضان مبارك لأسرة البرنامج وجميع المشاهدين. شكرا وأهلا بك دكتور رامي. سماع الموسيقى هو من أول العلاجات التي توصف للمرضى. ما هي وظائف الدماغ التي قد تتحسن عند سماع الموسيقى؟ نعم، هلأ بداية اسمحوا لي بس أعمل تعريف سريع عن مرض الزهايمر لندخل في السؤال. مرض الزهايمر هو من الأمراض الشائعة لمرض تحت عنوان، أو يوجد هو تحت عنوان الديمنشيا، أي الخرف، الأمراض التي تسبب الخرف، وهو أسبابه متعددة وغير معروف فعليا. إنما بكون في مشكلة بالبروتينات، الخلايا اللي هي بسموها الأميلويد بروتينز، بتأثر على وظيفة الخلايا وتؤدي إلى خلل في وظيفة الخلايا، وفي ذلك تؤثر بعدة عوارض منها العامل النفسي، العامل الذاكرة، وهي يعني الأمور الأساسية هو بضعف الذاكرة وتؤدي إلى الخفقان في الذاكرة، وأيضا إلى الارتباك في الإدراك وضعف في الحياة اليومية. نعم. هلا بناء على الدراسات الأخيرة، نحن نعرف المرض الزهايمر، علاج مرض الزهايمر يعني لا يوجد علاج فعلي إنما لتوقيف المرض، إنما لتخفيف المرض وتصاعد العوارض. مما دفع الباحثون يعني هذه المشكلة إنه كلفت، أدت إلى تكلفة كبيرة في مصاريف الدواء. لذلك دفع الباحثون لإيجاد طرق جديدة ومختلفة عن الدواء، ومنها الموسيقى. وهناك عدة دراسات أجريت يعني ليشوفوا شو سبب وتأثير الموسيقى على مرض الزهايمر. نحن نعرف وتبين خلال الدراسات انه مناطق الذاكره الموسيقيه مختلفه عن المناطق المسؤوله عن الذكريات القديمه مثل الدراسه والاحداث الاخرى. وتشير الابحاث الاخيره التي انعملت في تورونتو وبعض المدن والجامعات الاوروبيه الى ان الاستماع للاغاني الموسيقى يمكن ان يمنح الاشخاص المصابين بالمرض فوائد عاطفيه وسلوكيه، ويتم ذلك بالاحتفاظ غالبا بذكريات الموسيقى في المناطق في الدماغ غير المناطق هي المعروفة للذكريات القديمة. ومن هذه المناطق الدماغية، يعني ما عادش نحن كمان بدنا نحكي بعض المصطلحات الطبية اللي هي بسموها الأوديتوري كورتكس، أما الكودل كورتكس، أما كمان في كمان السنجوليت كورتكس. فهذه المناطق هي المسؤولة عن الموسيقى مختلفة عن المناطق الأخرى. هل برأيك يعني دكتور، هل برأيك أن الموضوع مرتبط بنوع من الموسيقى محددة
ربما مرتبط بذكريات هؤلاء المرضى، أم أن أي نوع من الموسيقى قد يكون مناسبا لهم؟ نعم، حسب الدراسة التي أجريت، هناك بعض أنماط الاستماع إلى الموسيقى، منها يعني جرب عدة طرق، ولكن الأفضل تبين بأن الموسيقى المفضلة للمريض، يعني يجب المريض الاستماع إلى الموسيقى المفضلة له، وخصوصا الموسيقى التي لها ذكريات قديمة. يعني هو المريض شو كان يحب من هو بالأمور بالقديم بالماضي، كانوا نفس الموسيقى يحطوا له إياها، بالإضافة إلى ضبط الحالة المزاجية للمريض، يعني أي أعطاء الموسيقى الهادئة له، لذلك تبحث الراحة للمريض وتجنب الموسيقى الصاخبة. يعني كانوا عم بيعطوه الموسيقى الهادئة والموسيقى التي يحب العزيز على قلبه، يعني فينا نخبر ولا. وأيضا الموسيقى اللي هي التي أو بالأحرى كانوا يشجعوا، يعني التشجيع على الحركة، تشجيع على الحركة خلال الاستماع إلى الموسيقى مثل الزقف على سبيل المثال. انعكاسات الاستماع إلى الموسيقى بالجسم. يعني عذرا على المقاطعة، ولكن لنوضح للمشاهدين، استماع إلى الموسيقى انعكاساتها هل ستكون فقط لفترة محدودة ربما تؤثر على صحتهم النفسية، أم لها أبعاد ويمكن من التأثير على الدماغ سيكون لها أبعاد في الشفاء في وقت أو في مرحلة لاحقة؟ يعني حتى يومنا هذا ما في نتائج فعليه، وما في نتائج فعليه تبين انه الموسيقى ممكن. طبعا هي مش رح توقف المرض ومنع علاج كامل، انما لها تاثير بالاضافه الى الدواء، يعني هي ما بتاخذ محل الدواء. اوكي، ويمكن للموسيقى هي تحسين العامل اليومي للمريض، تحسين الاداء اليومي للمريض، ايضا بتقوم الموسيقى بتخفيف الضغط النفسي. طيب دكتور، على المريض وتقليل القلق والاكتئاب، وهذه طبعا عملت بعد ما عملت الدراسات اتخذت النتائج. دكتور رامي، بالحديث عن الموسيقى، من يمارس الطب الحديث يركز في العلاج النفسي على نصح المريض بسماع الموسيقى وممارسه اليوغا والميديتيشن وغيرها. من يمارس الطب النفسي القديم في المقابل يسخر من هذا التقنية ويعتبرها هروبا من المشكلة وليست حلا جذريا للمشكلة النفسية التي يعاني منها المريض. ما تعليقك؟ نعم، هلأ الطب هو مبني على الأبحاث ومبني على نتائج الأبحاث، وبذلك نحن مشين بسيما نسميه الجايدلاينز. الجايدلاينز هي الامور العلاج والعلاج المتطبق اللي نتبعه، هي مبنيه على الابحاث العلميه، والابحاث العلميه الفعليه لمرض الالزهايمر بالموسيقى تبين انه لها ردات فعل ايجابيه للمريض. ونحن دائما نعطي النصائح والارشادات، لان المرض الالزهايمر له علاقة بالعامل العائلي والجيني والوراثي. يعني نحن بنشوف العائلة وبنشوف مين المصابين بالعائلة، وله دور كبير، العامل العائلي له دور كبير. لذلك النصائح والإرشادات نحن بنعطيها للمريض أو للأشخاص الغير مصابين بالمرض الألزهايمر ولكن عندهم عامل وراثي. نعم، نحن دائما ننصح للاستماع الى الموسيقى، ننصح الى النوم الكافي، الى التعليم ومتابعه العلم. نعم، وايضا الى الاكسرسايز اللي بنسميه، يعني اي الرياضه والنشاط، بالاضافه لتخفيف القلق والاكتئاب. وطبعا في الدايت اللي هو الميديتيريان دايت، اي يعني اللي بسمونه الميديتيريان دايت، معروف عنه الغني بالالياف. وضحت الفكره. طبعا هذه العوامل كلها عذرا على المقاطعه، ولكن لضيق الوقت اتضحت الفكره وباتت واضحه الان تماما. الاختصاصي في امراض الدماغ والاعصاب دكتور رامي الاتات، شكرا جزيلا لك.